طب قديش طولها؟ ما بعرف، ما لي قياس طولها مرة. لو مو قياسها طولك، في وحدة ما بتعرف طولها؟ 100 200 120 يعني بالمية. بالمية طولها؟ ستيكة. ستيكة، بيقولوا لك ستيكة؟ ايه. لك 85. كذاب. مالك كذاب ليك؟ الميزان. يو! تعي وين؟ بتقول الأسطورة أنه البنات بيخافوا من شغلتين، الشغلة الأولى اللي هي الصراصير، أما الشغلة الثانية اللي هي الميزان. أكيد نحن ما جبنا معنا صراصير، بس جبنا لهم معنا ميزان لحتى نكسر هاي الأسطورة. ومو بس هيك، في كتير بنات كمان بيخافوا يقيسوا طولهم قديش، لهيك نزلنا معنا المتر لحتى نشوف قديش طولهم. بس قبل ما نبلش بالحلقة لا تنسوا تعملونا لايك وتكتبونا هيك كم تعليق ظريف مثلكم. قلتي لي جاي من الأردن، قديش كان وزنك قبل ما تجي من الأردن؟ 47. ما بتغير وزن. 47. وهلا قديش وزنك؟ 47. ما بتخافي انت من الميزان؟ لا. قديش طولها؟ 160. 160 و47. هلا حنشوف. سبعة وخمسين عم يطلع وزنك. لا مو هاد وزنك. شلون تقولي لي 47؟ انت زايدة كيلو ونص. من خالتي. من أكلات خالتي. شو مطعميتك خالتي؟ معجنات. بتطعميني فرنج ليل نهار. والله إني يالك على الخالة بصراحة. قديش وزنك قبل ما أطلع؟ يعني يمكن شي 67. 67. قديش طولة؟ شي 170 هيك شي. 170. طب هلا طلع على الميزان بدون ما تفرجي قديش، نحن حنشوف. قد ايه بتوقعي عم يطلع وزنك؟ لازم 67. عم يطلع وزنك بالتسعينات؟ لا. بالثمانينات عفوا. لا مستحيل. طب تفرجي. تفرجي على وزنك قد ايه؟ بس خدي نفس عشان يسبق. شو مشان؟ سمنانة 10 كيلو؟ 10 كيلو سمنانة؟ شو أكلة لحتى هي؟ مستحيل وزني 80. طب ليك الميزان ما بيكذب يعني؟ كذب يا ميزان؟ لا شو عامل بالميزان؟ عن جد شو أكلة؟ والله هي البيتزا اللي كم وحدة؟ كم وحدة صارخة؟ وحدة هي اللي هي؟ لا لا هيك. والصبا؟ والله مش سندويشة لبنة. سندويشة لبنة. طب انت قديش وزنك؟ لا ما بدي انا اعرف. اه في واحد كان داعسلك على الميزان. قديش وزنك قبل ما اطلع؟ بصراحه ما بحب اطلع على الميزان بس ما بخاف منه بطلع. بس قديش وزنك؟ ما بعرف. هاتي لنشوف. قد ايه بتوقع قبل ما تطلعي؟ ما بعرف. حطي هيك رقم تقريبي. هي اخرت ال 50. اخرت يعني 59. ممكن يعني 58 ونص. طيب هاتي لنشوف. بس بعده عني. ها نحفانة انت منيح. نحفانة كيلو وشوي. شو عم تعملي لحتى تنحفي؟ صحي البنات لينحفوا. رفيقتي راغدة بتضل بتنكد علي. بتسللك بدنك. سدت لي نفسي. يعني البنت اللي بدها تنحف يكون عندها رفيقة بتنكد عليها مثل راغدة. مزبوط هالحكي؟ مزبوط. قديش طولك يا راغدة؟ 170. 170 وانت؟ اقصر بشوي يعني 165 يمكن. طب هلا اذا قسنا طولك حيطلع 165؟ ما بعرف. اذا قسنا طولك طولك تعال نشوف. والله ما بعرف من وين طلع. راسي عليه. لا هيك شربك لحظة. طولك قدي طولة؟ قولي لي قدي طولة. وينه؟ 164. يعني ولابسة كعب سنتي 163. اي بس هيك. هاتي لنشوف انت يا راغدة. يغزل عين يا راغدة. لا شدي حالك هي. راغدة طولك كثير 175. لا عن جد؟ والله ليكو. معلش الطول احلى. شو بيقولوا هيك للبنت الطويلة؟ شو بيقولوا؟ أنا بعرف بيقولوا شو هالطول مثل عرفوا. لا الطول هابة ما أحسن يكون قصيرة. وأنت؟ طب بدك تسمني ولا بدك تنحفي؟ لا منيحة هيك. منيحة هيك. وأنت؟ والله أنا بحب أنحف. حبي تنحف يعني قد إيه؟ يعني شي إسا 3 كيلو. إسا 3 كيلو. 3 كيلو. إن شاء الله هيك تنحفوا. هلا لازم تطلعي مع راغدة ولا رغدة؟ راغدة. تطلعي مع راغدة هيك قديش بتطلعي معها باليوم؟ كتير. يعني كم ساعة؟ ضل مع بعض
سمي لها بدنها كثير تعملها. لازم تزيدي هلا سمي البدن مشان هي تنحفى 3 كيلو. قديش طولها؟ 170. قديش لازم يكون وزنك المثالي؟ 65. قديش هلا انت وزنك؟ 65. وحشه. نحن حنتاكد من هالشيء هلا. ايه لا وليه؟ حنشوف طولك ووزنك اذا صح. هو بسرعه 70 مالك. هلا حنشوف. قديش وزن شنطايتها؟ نعم. اعطي. كلها ذهبها؟ هذا فيها. طلعي بس لا تفرجي على وزنه. عن جد؟ ايه نحن حنشوف بس. اوك. 71. وزنك 85. كذاب. مالك كذاب ليكي؟ انا طويلة. لا انت طويلة. شايفة؟ قديش قلتي لي وزنك؟ 42 او 43. او 43، سمنانة كيليين انت. لا. الله لا يعطي شيطانك عافية. العكس احسن. مبسوطة. كيليان سمنانة. مبسوطة والله. مبسوطة. قديش بدك يصير وزنك؟ نعم. قديش بدك يصير وزنك؟ بدي يصير 50. 50. بدي 5 معناها. بدك 5 كيلو. يلا الله بعين. تعال نشوف طولك هلا. يلا. قديش قلتي لي طولك؟ 157. هلا انت هيك طولك قديش توقعي؟ مع البوط؟ 160. هلا لك عنا خبرين، واحد حلو واحد مش حلو. تفضل. الخبر الحلو انه طلع وزنك منيح. ايه. الخبر البشع انه طلع طولك مع البوط 10 سم البوط طلع طولك 158، يعني اذا خصمنا 10 سم قديش بزيد؟ يعني 142. يعني تقريبا هيك شيء 148 145. خلص المهم انه سمنان الكليين. سمنان الكليين، دفوا له. عندكم فوبيا من الميزان؟ ايه اكيد. قديش وزنك هلا؟ شي 50. شي 50، قديش بدك يكون وزنك؟ أكثر شي 55. 55 60 70. إيه كل ما عليت كل ما أكثر. قديش طولك؟ طولي ما بعرف قصيرة 150 155. بهالحدود كله بالخمسينات. طيب نحن هلا رح نشوف وزنك على الميزان. لا بدون ما تطلعي. طيب. هلا أنت عم يطلع وزنك، قلتي لي قديش؟ هو الصراحة 45. 45 مسمني حالك علينا على الكاميرا. وزنك عم يطلع 69. 69؟ لا مستحيل. ليكي. تفرجي. لا مستحيل ما لحقت، امبارح اخذت الدواء. شو اكله هلا؟ شو هالدواء اللي سمنك 10 كيلو؟ اخذت حبتين كولاجين وسيبروفيتا وهدول. فورا طلعتي عليهم 10 كيلو؟ 65 وزني. كيف عم تقولي لي وزني 55؟ لا مستحيل، ميزان غلط. لك ما فيه شيء الميزان؟ يعني جعبالي اخذه معي على البيت. والله ما فيه شيء. ليكي 63، وقفي هيك، وقفي النفس. ما دخل. شو النسبة؟ 64 تقريبا. لا خلينا على 65. على 65؟ ممتاز. طيب ردي انزلي اخر مرة، حنحاول اخر محاولة. وزنك الحقيقي هو 48.5. سمنانة والله سمنانة. قلت لي 50 وزنك نحفانة. لا سمنانة منيح. قديش كان وزنك؟ كان 55، بعدين صرت على 50، نزلت لل 45. مين اللي هامك لحتى عم تنحف؟ هاي اختي. اختي؟ ايه كلها منها. هاشتم يا خليها تسمن كم كيلو بس. هذا بوت كعب مخفي صح؟ كشفتك. قد ايه بتوقعي طلع طولك؟ 156. 156 صح؟ لابسه 8 سم قديش بصيروا؟ قد ايه؟ انت قولي لي. 148. 148. شو رايك؟ لا حلو، انا بحب اكون قصر كمان. بتحبي قصر؟ قديش يعني قصر؟ يعني 140. 110. وقديش وزنه؟ حقيقي مو الكذاب. لا حقيقي ما عندي مشكلة. يعني 38. 38 على البكالوريا 36. يعني إذا هبت نسمة هوائية هيك بتطيري. يعني انت وزنك 39 و700 جرام، لكن انصدمت لفيتها. شو أكلة لحتى عم تسمني؟ ماني أكلة شيء. لك ماني فطرانة لسا كمان. مو فطرانة وهيك، كيف إذا فطرانة؟ قديش شو لك قلتي لي؟ لا ما رح أقول لك هلا بطلع طولانة. تعال شوف. شدي حالك شدي حالك. لا اطول من ما قلتي لي او لابسه كمان طولاني. طلع طولك 149. لا لا 150 طولك. قديش وزنك؟ شي كان 50. هلا يمكن شي 52 53 هيك شي. سمنانه يعني؟ ايه يعني. مالك متضايقه؟ لا ابدا مبسوطه. مبسوطه؟ قد ايه طولك؟ شي 167. 167 طول كله ان شاء الله. هلا حنطلعك نحن على الميزان.
قديش قلتي لي وزنك؟ 53 53 هيك لعبت. وحنشوف قديه بتوقعي وزني؟ اعطيني جواب نهائي. 53 لسه طلع اكثر؟ قديش؟ انا شايف انه اكثر. انا 77 وزنك. انا وزني 7. شو اكلي لحتى وزنك ها؟ انا 77 لا بدك ما تحركي بس يمكن لانه عم تحركي هدي شوي. كل هالقد انا سمينه؟ مالك منتبع حالي؟ للاسف. طيب حنرجع مره ثانيه. طب ليك عم يطلع 76 ما شاء الله. شو الميزان؟ 81. الله يزيد ويبارك. جربي ما تاخذي نفس هيك حسي. 72 ما شاء الله سمنانه ومو عرفانه. طب اذا قلنا لك انه 55 يا سلام الله يبشرك بالخير. هذا وزنك الحقيقي. الله يبشرك بالخير. قديش طوله؟ 167. قد ايه؟ 167. هلا حنشوف. 167 قديش ارتفاع بوطي؟ سنتيين. 165 طولة. يلا اسفين سنتيين. تحبي تطولي ولا تقصري؟ تكوني اطول ولا اقصر؟ اطول بنسبة اطول واسمن. يعني شيء هلا اسمن تنحل بس اطول كيف بدك تحليها؟ ما بقى تنحل خلص. ما بقى تنحل خالص. قديش طولة؟ ما بعرف مالي قايسة ولا مرة. لو مقايسة طولك في وحدة ما بتعرف طولها؟ 100 200 120 يعني بالمية. بالمية طولة؟ ما بعرف يمكن أكثر يعني 150 طولك 150 لا 150 150؟ طب نحن هلا حنشوف طولة ووزنة. ما بعرف قديش قلتي لي وزنة؟ يعني 45 40 وزنك 45 40 تمام؟ هلا وزنك عم يطلع على الميزان قديش يا حزرة؟ ما بعرف 50؟ لا أكثر شوي 55؟ وزنك عم يطلع شي 56 والله منيح كتير كتير ماني متوقعة يعني. انتي بدك تسمني؟ ايه بس نحن داعسين لك على الميزان للأسف مشان هيك سمعنا. وزنك 44.9 هيك على الليبر عم يطلع. طولك تقريبا 161 منيح تمام. بسطتي انه طولك 161 منيح. قديش بدك تكون طولك وزنك؟ بسطنا بالوزن بالطول بس الوزن لا. قديش بدك تكون وزنك؟ يعني 55 60 معلك. عندك مشكلة بوزنك؟ من الاخر اعطيني اياها. ما عندك مشكله بوزنك بطوله؟ لا كمان ما عندك مشكله. طب ليش كل البنات بيخافوا من قصه الوزن والطول وهي الشغله؟ مشان راي الجنس الاخر يمكن انه الطرف الثاني يعني. شو رايه الطرف الثاني بالموضوع؟ انه بركي ما عجبه او عجبه او هيك شيء ما بعرف. شو بيعجبه يعني؟ انه هيك يعني بيحبوا الشيء المثالي بنت الطويله اللي معبايه الكذا. طب بركي شاب قصير بحب البنت الطويله؟ ايه على فكره. ايه الشاب القصير. ايه ايه. هلا ميشا بيحب البنت الطويله. هلا ما بعرف بس انه هن لو كانوا مانون مثاليين بس بيحبوا المثاليه كيف ما بعرف. ميشا شو بتحب؟ شيني ميشا. ميشا شو بتحب؟ البنت القصيره. البنت ها ميشا بيحب البنت القصيره. ايه غريب. هو الشاب القصير بيحب البنت القصيره عادي. هلا ميشا بيحب كل البنات بصراحه. ايه تمام تمام. لا بهمه لا طويله لا قصيره لا وزنها يعني هي شغلات انتم متوهمينها. انا ماني متوهمت انا عم بحكي راي البنات. نحن الشباب المهم بنت. ما بتفرق معي بالنهايه. المهم بنت عند الشباب. خدي مثال ميشو. تمام تمام. هلا نحن حنشوف وزنك. قديش وزنك؟ 39 700. وزنك 39 و700. هيك انا زين. طب شو اكله من شوي؟ ماني فطرانه لسه اليوم. مو فطرانه وسمنانه شيء 10 كيلو معه؟ لا فرجي. لا الميزان فيه غلط. ما فيه شيء الميزان. مستحيل من اسبوع زنته 39 و700. والله حيرتيني. مو انت حابه تسمن؟ لك انا حابه اسمن بس مو بالوهم. طب يمكن في حدا دعس لك على الميزان. غليظ. عن جد غليظ. ما بدك تبطل الحركه؟ انزين هلا حنشوف وزنك الحقيقي بدون ما حدا يدعس لك. طلع وزنك. لا في غلط. لا هيك صح. لا سمنانه كيليه. معقول؟ والله 39. طيب قديش طولك هلا؟ 156.5 157. 156.5 قديش هذا الكعب؟ لا بدونه. بدونه؟ ايه بدونه. قديش هو ها؟ ما بعرف شي 2.5. هلا هيك 2.5؟ هيك 2.5؟ يعني هيك بيكونوا اقل شيء هيك. شو لابسه سكرتيره؟ 5 سم. فيه 5 سم؟ لا ما فيه. ما فيه. هيك 3 سم و7 ميلي. طيب قديش قلتي لي؟ 157 156. هيك هلا هيك مع البوط طلع قديش؟ 160. ها ممتاز يعني تقيم انه معناتها انت سمنانه كيليين بس طولك صح. تمام. شو بيقولوا عن البنت النحيفه كونك هيك؟ ستيكه. ستيكه بيقولوا لك ستيكه؟ وجه لهم رساله لهدول قليلين الادب اللي بيقولوا لك ستيكه. هلا ما بدي وجه لهم رساله بس ما كثير بهمني. لا عادي رفقاتك هن
رفقاتي وغير رفقاتي كله بيقول ستيكة. وجه لهم رسالة هيك، رسالة بدنا اياها. طيب لو سمحتوا لا تقولوا ستيكة. كونك سمنتي كليان يعني لسه الخير لقدام. ايه لسه بطول يمكن متر شو بيعرف. يلا وجه لهم رسالة. ايه لو سمحتوا لا بقى تقولوا عن ستيكة. سامعني؟ تمام. بظن وصلت. خلص وصلت الرسالة بليز يعني. لا وشك وعيوني. ضبط لي اياهم. اهم شيء اسنانك. تمام. كل مره طلعت منك كثير استفزوني والله. فرشيتهم قبل ما اجي. ها شو قلتي؟ فرشيتيهم قبل ما تجي؟ ايه فرشيتهم قبل ما اجي بحكم اذا شفتكم انه جاي على باب تو مشان تاخذي. عامله حساب انه بدك تشوفي بدك تكمشينا. شو لون عيونك سيدرا؟ شفت والله لو داعي شي مليون دولار مو احسن من شوفتنا؟ كنا اخذنا نحن 500 وانت 500. كنت حراسلكم قلت لكم. اخ بتدعوا دعوات ما بعرف. المهم هلا اجت صدفه الدعوه، لو مو صدفه عم بجد هي ما بتجي والله. المهم هلا خلينا بالحديث. يلا. شو لون عيونك؟ خضر. انا خضر عيوني. خلص خلصت المقابله. قلتي لنا لا قلتي لنا نبين لك لون عيونك خضر، بس هيك اعملي هيك للكاميرا اعطيها وحده هيك انا. تمام. المهم هلا بيقولوا انه البنات كلياتهم بخافوا من شغلتين. تمام. شو هن؟ غلط. لا بخافوا من شغلتين. خلينا نفس. انا بس اتذكر امي هيك. أجد وانا كمان ليك. والله ليك امي هي سميرة. سميرة امي؟ اسمي سامي اسمها سميرة. الله يخلي لك. اسمه سعيد. لا. اتفضل. كفي حكي. الشغلة اللي بخاف منها كون عم بعمل هيك تحدي وتجي وحدة ما تخليني احكي ولا حرف. والله ترى انا ما بحكي ابدا. معروف عنك هالك حتى اختك عم تشد. انا ما بحكي انا. هلا رح اقول لك شو الشغلتين اللي بخافوا منها عن جد كل البنات. البنات بخافوا من الصراصي. اي فوبيا. هلا كل البنات بخافوا من شغلة تانية اللي هي الميزان. يو تعي وين؟ لا برج الميزان مو الميزان تبع الوزن. قلت الميزان. لا لا برج الميزان. لا ما اطلع عليه. لا 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 قربي قربي شوي. لا انا كل ما احكي 100 كلمة بس ما كيلو ما قلتلكم. يعني كل كلمة؟ كل ما بحكي معناتها وزنك مليار ونص طن. ايوه اكثر. قديش انت بتعرفي وزنك؟ ما رح احكي ولا رح اقوله. انا بعدين طويلة. قديش طولة؟ يعني طولي بياخد. طولك بياخذ؟ ايه طولي بياخذ. قلتي لي طويلة. يلا يا رب لنشوف قديش طولي. بس شغلة حلك شغلة. ايه. انه انا طولي يعني طولي صحيح هيك حسب الكتلة او الطول، بس انا طولي ما بيعطي هيك. فيزياء هي حسب الكتلة. بكفي لك صحيح انا مش شاطرة بالفيزياء بس في قصة. انا هذا الميزان ما بيمشي مع طولي. هلا على فكرة ليش؟ لانه طول الملائكة ما في له طول يعني. الله الله. مشان هيك انا. الميزان شو دخل الميزان بالطول؟ طيب قلي طولي بس مو ميزاني. لا لا تطعجي لا تطعجي. يا انا ممشوقة. يلا يا ممشوقة. شامخة انا. قديش قلتي لي طولي؟ شو 160 صلي على النبي. قديش طولي؟ 169 170. لا تكذبي قولي لي طولك الحقيقي. والله 169. قديش محطوط على الكاميرا؟ تعي على الكاميرا. لا يي انت غلط هات لي اسلاكا مثل غلط لحظة هات. قيسي. ايوه لحظة شوي. خلص. رح نزل. يلا قيسي قيسي. ايوه هيك يلا. ايوه. طلع طولك 186. الله اكبر هذا طولي. عن جد هذا طولك. خلص فلتي فلتي. ايه بس ميزان عملوا شو ما كان بس ما بيعملوا. تعالي حاكي كلمة، تعالي حاكي كلمتين. قديش وزنك بيني وبينك؟ ما رح احكي ولا شيء. بيني وبينك بدون ميزان خلص ها؟ لا ما دقيق هذا حبيبتي بزيد. لا والله انا هذا بس طب بس احلى كلمه انا بس اطلع بس اروح على النادي قولي لي كلمه برجع لورا 5 امتار تعملي هيك بعمل هيك ايوه هيك 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 انت بتقيسي طولك هيك بعمل ها قديش طلع؟ صفر طلع صفر الملائكه قديش وزنه؟ ما رح اقوله لو شو ما كان ما بدي ليكي اذا طلع 80 وزني يا عالم بتعرف
بعرف والله اجى ببالي هذا الميزان، قلت رح يجوا يعملوا شي يوم ميزان وانا ما رح اقبل، بس انا اجيت على رجلي. شفتكم بالحمديه بس هي قطشوها عشان ما اطلع مجلوقه. شفتكم بالحمديه ورجعت على رجلي لهون واخر شيء انزان وانهان. لا 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 مستحيل خلص. وانا بحب النيو دوس كثير. مو نيو دوس اسمها ايه؟ ما بتحبيها ما بتعرفي اسمها؟ لا احيانا خربت باسمها. ايه وانا بحبها كثير وكل العالم يحضرها انه حلوه كثير، وانا هلا بعد هي المقابله كل العالم رح تحضرها اكيد أشوف. اكيد. ومشان زين الميزان انا كنت فكره انه وزني 100 وفوق ال 100. لا 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 والله، بس انا عظمي خشن. عظمي خشن. انا عظمي خشن. وفي شغله ثانيه، انا كنت عندي شهاده وهالقصص. انت بتعرف قديش عن جد بكره بعد 10 سنين تقول قص الله ايام سيدرا اسعد. حدا ما حبه تحت لساني يا جماعه. حكيت كثير معلش. يعطيك العافيه يا سيدرا. الله يعافيك يا رب. ما بدك تقيسي وزنك اخر مره. كنت فكروا انه وزني ثقيل او هيك. لا انا وزني تحت ال 40 حتى. وجهي رساله لحالي، الله يحميني ويخليني شمعة منورة البلد كله وبس. وبس. ايه شمعة منورة انه عم تقطع الكهرباء، فانا الشمعة المنورة بالبلد كله. ايه انا صوتي مو هيك والله، صوتي مو هيك، انا صوتي احلى والله. انا صوتي احلى من هيك بكثير، بس شو القصة انه انا هيك بس اتلبك بيتغير وبينعم وبيزقزقزقزق، بس انا صوتي احلى. يعطيك العافية. هلا نحن اليوم الحلقة كلها كانت تحدي للبنات. قال البنات بس يشوفوا ميزان ياي وهاي. بدنا نورجيهم انه نحن الشباب يعني مثل رجلنا، ما بيهمنا الموضوع ابدا. وين الميزان؟ هات الميزان لشوف قديش وزنك اول شيء. شي 200 يا زلمة. بالله 200؟ والله ان شاء الله الوزن كله. رح يتكسر. ها؟ لا على مهله. رح يتكسر تصطفل. هات لنشوف. يا رب. دقيقة. كريم. والله رح ينكسر. ها؟ انت ما عندك مشكلة بس. في ده. يا. بينكسر ها؟ طلع. والله رح ينكسر. لا لا ما والله رح ينكسر. كاسر شي ميزان قبل مرة؟ مو كاسر ميزان بس رح ينكسر. والله ما قلك رح ينكسر. شوف بينكسر؟ طلع. كلخر الميزان. صفر الميزان الله. طب خلينا ننزل ونرد نطلع. زين قبل ما ينكسر. الحمد لله. لك الميزان عم بيولو. قديش وزنك انت بالضبط؟ 195. 195 هلا لازم يطلع 195. هات الكيس بدون مع كيس 195 يا زلمه. ايه هو عشان نحفظ كم كيلو. اعطيه خذ الكيس وهروب على السريع. صفر مره ثانيه. اه هذا لا شفت رفلك مره يطلع. الموضوع بيعني لك شيء؟ لا عادي عادي اقل من عادي. لا عادي. شو بتحب توجه رساله لهدول البنات اللي هيك ياي وهاي؟ سندويشتين فلافل الصبح، سندويشتين فلافل بعد الظهر، سندويشتين فلافل. قديش بصير وزنك؟ 20 كيلو. لا قديش بصير وزنه؟ 20 كيلو ما بتطلع من الكهن. من الكهن قد ما انا فاشله ما بتنصح. بنات كلهم حيايا. ايه ما بتنصح قد ما انا فاشله ما بتنصح. تماني. والبنت المعباي؟ ادمي وبنت حلال والله. يعني بتنصح الشباب ياخذوا بنت معباي؟ ايه بنت معباي لك. تماني. ومثل ما شفنا اغلب البنات يلي وزنه تحت ال 70 كيلو ما كان عندهم اي مشكله انه يطلعوا على الميزان، لهيك طلع هذا الحكي كله اشاعات باستثناء كم بنت. اما هلا فصار لازم انتم تعطونا رايكم بالتعليقات.